وينضم الي هنا في الاستوديو الاستاذ ماجد يزبك، نائب مدير اذاعه يمن اف ام. استاذ ماجد، اولا مرحبا بك. اهلا وسهلا فيكم. بالبدايه بدي اتوجه لكل الشعب اليمني الصامد، بدي لهم بعزيهم بالشهداء اللي سقطوا، والله يشفي كل الجرحى يا رب. ومهما العدوان الغاشم علينا يدمرنا يقصفنا يقتلنا، رح نضل صامدين باذن الله. باذن الله تعالى ان شاء الله لا يوجد قتل ولا يوجد من هذا القبيل، نتمنى لليمن كما تمنيته لنا. اليمن ما بيستاهل، بلد الايمان. انا عندي سؤال بدي اساله لكل العالم اللي عم يشاهدونا هلا، لماذا يقصف بلد الايمان؟ لماذا يقصف البلد اللي حكي عنه اعظم ما خلق ربنا رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ هي صلى الله عليه وسلم ألين أفئدة ورق قلوب شعب الإيمان شعب اليمني، لماذا يقصف؟ أنا هذا السؤال بدي وجهه لكل إنسان شريف، لكل إنسان في بعد بيجري بدمه نقطة دم من العروبة. هذا السؤال أستاذ ماجد، لماذا يقصف شعب الإيمان؟ بس بلد الإيمان لماذا يقصف؟ بس يرد لي جلالة الملك وكل التحالف اللي معه، يرد على هذا السؤال بس. هذا بوجه سؤالي للعالم كله. نعم، هذا الاستهداف طال الكثير من البنية التحتية، لم يستثني أحدا من بشر ومن حجر. المؤسسات الإعلامية هي واحدة من تلك الأهداف التي استهدفها بشكل مباشر هذا العدوان، وإذاعة يمن اف ام هي بطبيعة الحال واحدة من تلك. سؤالي قريبا على الأراضي اليمنية، هل نستطيع أن نقول بأنه في ظل هذا الاستهداف لم أو لن نشهد عودة قريبة للإذاعة؟ هذا السؤال بدي رد عليه بسؤال، هل سكت أو سكتت صوت اليمن اليوم أو صورة اليمن اليوم، صورة اللي عم تنقل الصورة الحقيقية الواقعية عن شو عم بيصير بالبلد؟ بالتأكيد ما راح تسكت. فإذا نحن كإذاعة يمن اف ام وقناة اليمن اليوم وأي مؤسسة شريفة بتوصل الصوت الحق وبتعلي صوتها راح نرجع بإذن الله. وأنا بوعد من هالمنبر الحر هيدا، من هالشاشة الكبيرة العملاقة اللي كل دول العالم عم بتراقبها وعم تاخذ الأخبار منا، إن كانت قنوات عربية فضائية وغيرها وغيرها، أنا بدي أقول لكل المشاهدين ولكل المستمعين نحن رح نرجع بإذن الله. أعطونا بس حوالي 10 أيام، لأنه كل المعدات ما قلت أستاذ عيسى دمرت نهائيا، حاولوا يسكتونا يسكتوا نعم. صوتنا. أين تكمن هذه المعدات يعني؟ على بجبل عيبان، كانت بجبل عيبان محطات الإرسال كلها دمرت على الآخر، واليوم إجينا خبر أنه محطتنا الإرسال بالحديدة كمان تدمر استهدف. هل هنالك استهداف مباشر أم أنها على وقع أهداف أخرى؟ مثل ما قلت لك صوت الحق حاولوا يسكتوا صوت الحق، ونحن صوتنا عم يوصل لكل العالم. نحن وياكم بإذن الله رح نستمر بإيصال الحق والحقيقة. نعم، على ما تعولون أستاذ ماجد في العودة خلال 10 أيام كمهلة تقطعونها للمشاهد أو المستمع؟ منعول أول شيء على ربنا سبحانه وتعالى يمدنا الصبر والإيمان والقوة، والمحبين كتار بإرادة مستمعينا كمان عم يطالبونا أكثر من، إذا بقول لك يوميا بتلقى أكثر من حوالي 2000-3000 اتصال ورسالة لحتى نعيد البث. وحتى المستمعين يعني المواطنين اليمنيين توجهونا، إذا القصة قصة مادية نحن مستعدين إن نتبرع نلم من بعضنا ونرجع نفتح الإذاعة. القصة مش مادية، القصة بس عم نفتش على مواقع جديدة حتى ما ترجع تقصف ثاني مرة. نعم، هذه المواقع الجديدة في حال ما إذا تم اكتشافها، هل تعتقد بأن العدوان لن يستهدفها، خاصة وأنه الآن يطال حتى منازل المواطنين في الأحياء؟ من بعد جريمة فج عطان اللي قصف صاروخ اللي حكت عنه وسائل إعلامية كلها، من بعد الهيروشيما الإمبلي اللي زتوه على هيروشيما، ثاني أقوى إمبلي بالعالم انزتت على فج عطان اللي دمرت فج عطان كليا، ما بقى يسترجوا، ما بقى عندهم الجرأة انه يقصفوا بهالفظاعة هيدي بهالحقد هيدا على. نعم، لكن هذا القصف عاد بتلك الشراسة البارحة وتحديدا منتصف الليل، حزيز وايضا النهدين بالاضافة الى مواقع اخرى جنوب العاصمة لم تسلم. كل ما يقوى القصف كل ما نكون ارادتنا قوية. نعم، ورح نضلنا صامدين باذن الله. رسالتك لقوات التحالف او ما سمي بهذا الاسم سمي. انا بدي وجه رسالة لقوى التحالف كلها ولجلالة الملك سلمان، بدل لك اتقوا من في الأرض، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. شعب اليمني ما بيستاهل، واليمن ما بتستاهل أبدا أنه تقصف بهالحقد هيدا بهالغضب هيدا. عمين عم بيقصفوا؟ شعب المسلم شعب الإيمان. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ماجد يزبك. بس تسمح لي وجه تحية لكل إدارة شركة شيبام
بدي وجه تحية لمدير عام إذاعة يمن أف أم الأستاذ شادي حمدان، الشعب السائل اللي أعطينا القوة إنه نحن نصمد، نحن نضلنا هون. يعني إجت السفارة اللبنانية حتى تجلينا من هون نرجع بلدنا، إنه نحن يمنيين مش لبنانيين. نحن شو بصيب الشعب اليمني بصيبنا. نحن حوالي يعني 4-5، في كاتيا حمدان وجهلها تحية كمان، إلهام السلطان، في عندي كمان خيي وصديقي أستاذ وائل الخشن، كمان من اللبنانيين الصامدين هون بالبلد، قال ما رح يترك البلد. شو بصير على اليمنيين بصير علينا، ونحن رح نضلنا صامدين بإذن الله. نعم، أهلا وسهلا بكم، ونتمنى أن تكونوا سعداء في يمنكم السعيد، وإن كان لا يبدو علي الحال هذه الأيام، نتمنى لكم طيب الإقامة وأنتم يخطر. أنا بدي أقول هون بدنا نضلنا نبتسم، بدنا تضل الابتسامة موجودة مرتسمة على وجوهنا، هيدا أكبر رد للعدوان. حفظكم الله أستاذ ماجد يازبيك، نائب مدير إذاعة يمن. كمان اسمح لي بس باختصار إذا سمحت، تفضل. سنتين بس بدي أتقدم لأهل الشهيد محمد شمسان، نحن كنا أسرته، نحن بكينا دم. هيدا عريس الصحافة، بتمنى من قناة اليمن اليوم اطلع عريس الصحافة الشهيد محمد شمسان، لأنه بالفعل كان مقله فترة متزوج رحمة الله عليه.